من سيادة الرئيس والحكومة، إنما الكورونا ما زالت مستمرة ولا نستطيع أن نقول الكورونا انتهت. وانت عارف سيادتك العالم مفتوح، هناك ملايين من البشر تتحرك كل يوم. نعم، والدول حتى في السفر دول كتيرة رفعت البي سي آر ورفعت كل ما هو له علاقة بالقيود. فإذا الكورونا موجود. واحنا كان في توقع يعني مثلا ما نتمناش ان الحالة تزيد عندنا ان شاء الله، لكن في توقع ان في حالة الشتاء قد يكون هناك زيادة في حالات الكورونا. تمام. وطبعا هناك اسباب لهذا. نعم. الاسباب يا فندم، احنا في فصل الشتاء او في تغير الفصول، الجهاز التنفسي ما بيلحقش يتأقلم مع التغييرات المفاجئة في درجات الحرارة. يعني واحد يطلع من حتة دافية قوي الى حتة باردة قوي، او من حتة باردة قوي لحتة دافية قوي. الهواء المتغير الحاد ده تحدي في تغير الحرارة، الجهاز التنفسي بقوته الدفاعية الربانية العظيمة ما بيلحقش يتأقلم، فالناس بيجيلها برد وبيجيلها زكام والكلام ده كله. فيروسات الجهاز التنفسي او مجموعة الفيروسات اللي احنا بنسميها الفيروسات التنفسية كثيرة جدا يا استاذ حازم. فيها الكورونا وفيها الانفلونزا بانواعها الكثيرة جدا، وفيها المخلاوي، وفيها الفيروس الغدد، وفيها عدد ضخم من الفيروسات. حضرتك احنا عارفين كتخصص ان هذه الفيروسات موجودة، لكن ودايما في رصد لانواع الفيروسات المنتشرة، وايه الزيادة وايه النقص، ونوع الانفلونزا الاكثر انتشارا ايه. لكن هي الخلاصة ان كلها بتدي يعني مظاهر اكلينيكية متشابهة تماما. حرارة، وجع في الزور، تكسير في الجسم، كحة او سعال، عطس ورشح الى اخره. طيب معلش يا ست الوزير، كلها يبقى معنى كده اللي حضرتك قلته ده اعراض مشتركة ما بين الكوفيد وما بين المخلاوي وما بين البرد العادي؟ ثلاثة. طيب. بيشتركوا في اللي حضرتك قلته. طبعا الكورونا او الكوفيد 19 كان ليها بعض المظاهر اللي احنا بنقدر نقول على طول ده اشتباه كبير في الكورونا. نفرق ازاي؟ الحالات البسيطة قوي اللي هي منتشرة حاليا تشابه الامراض الاخرى. لكن احنا بيبقى عندنا لما اتكلم مع العيان او مع اسرة العيان عن هل في حد في العيلة عنده كورونا ولا ما عندوش؟ هل في اعراض معينه احنا بنقلل الاشتباه اكتر ناحيه الكورونا؟ بنقدر نقول في اشتباه، لكن في كثير من الاحيان ما بيكونش في